رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج الداخلي الخام فوق نسبة 2% التي لا زالت تراوح مكانها منذ عدة سنوات بزيادة عدد المشاريع السياحية ومنتظر أن تخلق ديناميكية في القطاع هو ما أكده وزير السياحة والصناعات التقليدية على هامش افتتاحه للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية في طبعته 12. الدخل الوطني الخام 2%، ولكن إن شاء الله سنة 2018 احنا متفائلين جدا، هناك معطيات ومؤشرات جديدة تشجعنا على أن يكون رفع من قيمة الـ PIB، وكذلك راح يكون إن شاء الله حركية وديناميكية كبيرة للحركة السياحية في 2018، سواء من حيث السواح اللي رايحين يجوا وكذلك من حيث الاستثمارات الكثيرة اللي راح تكون في ميدان السياحة. إلزامية دمج الصناعات التقليدية في تجهيز الفنادق والمنتجعات السياحية سيجذب مزيدا من السواح الأجانب. ومشاركة لأول مرة للحرفيين الجزائريين في مختلف الصناعات التقليدية الجزائرية، لابد أن تكون في الفنادق اللمسة الجزائرية خاصة فيما يخص ديكور، وهذا لإعطاء الخصوصية الجزائرية بالنسبة للزبائن، خاصة بالنسبة لزبائن الأجانب واللي يتواجدوا في الجزائر. أزيد من 1100 مليار دينار هي التكلفة الإجمالية التي أنفقت على قرابة 1900 مشروع سياحي حتى نهاية السنة الماضية، والتي من شأنها توفير حوالي 250 ألف سرير، إضافة إلى خلق حوالي 100 ألف منصب شغل مباشر، غير أن مساهمة قطاع السياحة في رفع مداخيل الخزينة بالعملة الصعبة مرهون بالاستغلال الجيد للمرافق السياحية وتوفير تكوين لخبرة عالية لتقديم خدمات سياحية متنوعة وفي المستوى للسياح الأجانب.